عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى نلقاكم في تمام الصحة والعافية. واليوم مجموعة من الوصفات اللي غادي يعجبكم ان شاء الله. فإلا كنتو اول مرة كتشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم، وإلا كنتو متتبعين اوفياء كنقول لكم شكرا على حسن المتابعة. ويلا نبداو على بركة الله. هنا هي كنت خدت الكاوكاو باش نقاد به زبدة ديال الكاوكاو ونسيت صراحة. دابا غادي نقادو معكم باش تشوفوا. عرفتوا الكاوكاو هذا راه مده هو عندي موقع ليه والو. الحيله ديجا ساكته معكم، كندير في البواطه لتحت شويه ديال البيكربونات، ها هي كاينه لتحت وعرفتوا كيتسوس ما والو. المهم دابا غادي ندوز غادي نديرو في الحله الهوائيه. غادي ندير عليه شويه ديال الزيت، غير شويه. نخلطو مزيان ونديرو يتحمر فيها. صافي هنايا خديت البول ديالي، غادي نستعمل هاد الموس هذا ديال جوج شفرات. هذا هو اللي خاص بالمكسرات. الكاوكاو كما كتشوفوا هو تحمر، عرفتوا كيتحمر في القلاية الهوائية بواحد الطريقة رائعة، ما كيتحرق ما والو، وكيطيب عرفتي كيتحمر بواحد الطريقة زوينة صراحة. انا كيعجبوني الفواكه الجافة كنحمرهم فيها. صافي غادي ندير بالنسبة لهاد الكمية اللي عندي غنقسمها على جوج، غندير النص، غندير نصف الكميه فقط هي اللي غادي نحضر بها هاد الزبده ديال الكاوكاو. نضيف شويه ديال الملح ضروري باش كتقاد لينا اللوغو. وغنزيد واحد المكون عجيب اللي هو الكمون، واحد شويه رشه ديال الكمون ورشه ديال القرفه. ممكن ما ديروهمش، انا كيعجبوني كيعطيوها واحد المذاق زوين. دابا غادي نطحن الكاوكاو ديالي. هنايا كما كتشوفوا هو تطحن الكاوكاو مزيان مزيان. غادي نزيدو هنايا العسل على حسب الذوق ني الحلاوه. وما كيخص هاد الزبده ديال الكاوكاو ما كيخصهاش تجي حلوه بزاف، كتجي ناقصه في الحلاوه. وغادي نعاود نطحنو دابا الخليط مره. بالنسبه للطحين دائما كنطحن ونسكت ونطحن ونسكت باش ما كيسخنش ليها الموتور. دابا راه الموتور ديالها بارد. هي ها هو الكاوكاو راه بدا كيتعلق من الجوانب. صافي غنهبط وغادي نطحن حتى نحصل على كريمه. ها انتم شوفوا النتيجه ما شاء الله كيفاش رجعت الكاوكاو طلق الزيت ديالو، شتي داكشي اللي كيلمع راه الزيت ديال الكاوكاو. صافي هذه هي اخر طحنه درتو، شتو كيفاش كيرجع كيرجع عجينه. صافي دابا ناخذ شي بواطه تكون نقيه بحال هكا ديال الزاج وغادي نحط فيها. وشوفوا لي هاد الخير هذا، شوفوا ما شاء الله هذه 250 غرام ديال الكاوكاو خرجت لينا. هاد القياس هذا ديال الزبده ديال الكاوكاو، بعد المذاق ديالها بنين بدوك الاضافات اللي شفتوا معايا. وكتقام اقتصاديه عوض ما تشريوها من الزنقه، فهذه كتبقى شي حاجه ديال الدار فيها يعني عارفين شنو درتو فيها. ممكن ديروا بها الخبز، المهم عندها استعمالات كثيره. بنينه بزاف وغنيه بالدهون. هانتوما شوفوا هذاك الكاوكاو كيفاش رجع ما شاء الله زوينه. كنتمنى الوصفه تكون عجبتكم ان شاء الله. بالنسبه للهاشواغ فهي هذه، غادي نوريها لكم عن قرب شنو كيجيو معاها. كيجيو معاها لي بول بجوج ديال الانوكس هو وديال الزاج. الزاج راه غلي طبعا، سبق ليا وشاركتها معكم، راه ماشي اول مره غادي نجيبها، راه بزاف المرات جبتها والحمد لله ما شاء الله خداوها الاخوات وعجباتهم في الخدمه. الموتور ديالها هو الطبعه ديال مارك، وهنايا الواط ديالو راه فيه 2000 واط. ها هي التيكي ديالها ديال لامارك الاصليه، الغطاء دوبل سيليكون والغطاء راه قاصح ماشي بحال هذوك الرطبين. ثلاثه ديال الماس جوج شفرات، جوج ديال الماس اربعه ديال الشفرات. ها هما الشفرات ديالهم كاينين هنايا بليفيس انوكسيدابل.
الطراب ها هو وسباتول هادية معاهم. اللي بغا دوز لكوموند ديالها مرحبا والف مرحبا. الكونتيتي راها محدودة فما ترددو، شي حاجة واعرة واعرة بزاف، راكم شتو تجربة على عينيكم. شي حاجة اللي طوب صراحة. ما غاديش نشكرها لكم لان هي شاكرة راسها. هنايا غادي نرد كسكسو بالجديد كيما شتو، راه ديجا حكيت بصلة ودرت العطرية البزار الخرقوم وسكينجبير، وما كنديرش الزيت حيت شويه داك القديد فيه شويه ديال الشحمه. نصبته في الكوكوط حيت صراحه في البرمه ما كيبغيش يطيب القديد داك الطياب اللي زوين، انا كيعجبني خاصو يطيب مزيان، فدرته في الكوكوط. والكسكسو غادي نديرو في البخار ان شاء الله. صافي هنايا غادي نروي عليه الماء طايب. وغادي نسقي عليه. هنايا نقيت الخضره، عندي اللفت، باذنجان صغيور وخيزو، وهنايا عندي القرعه. اش كتسميو هذه؟ حنا كنسميوها الرصاصيه. وهذه وقرعه الخضره. بالنسبه لهذه صراحه كنحيد لها القشره التحتانيه، كنحيدها ليها بهذا الموس هذا ديال البطاطا، كيجيني عملي حيت قاصحه هاد الجهه. هادي غادي نجبد البخار ديالي. صافي غادي نعمرها بالماء حتى الماكسيموم. هنايا بالنسبه للبخاره راها متوفره عندي، اللي بغاتها دوز الواتساب اللي غنخلي لكم في اول تعليق واطلبها من تما. شي حاجه عمليه صراحه وكتعاون بزاف بزاف وكتبخر بواحد السرعه خياليه. هنايا لي زيطاج ديالها ها هما، كيجيو فيها ثلاثه ديال لي زيطاج مع البانيو ديال الروز الشعريه، مهم ديال لي بات، وكيجيو ثلاثه ديال الطبقات. كتهز 9 إطرة، يعني الحجم كبير، فيها 800 واط. هنايا انا غادي نستعمل هذا ليطاج، هذا هما راهو مرقمين كل واحد بالرقم ديالو. هنايا جبت شويه ديال الدنجال، غادي نديرو مشرمل كيجي خطير. هذا الدنجال هذا انا كنتسطع عليه. كنحتاجو فيه الدنجال الكبير، خذوا الدنجال يكون يعني طري. كنحتاجو الملحه، عفسو كيجي واعر بهذه الطريقه، هذه ضروري تجربوه. انا دابا من حين كنجبد البخاره خصني ندير فيها كلشي. صافي هنايا المهم نغسلوه مزيان وكلشي، نحيد ليه هاد الجنيبات وكنحاول انني نفلحو بحال هكا، ما كنوصلش حتى للخط، غير شويه بحال هكا كنحلو على 4. نقص ليه هاد الجناب، عرفتو كيجي واعر وكيبقى في الثلاجه حتى شهر ما كيوقع ليه والو. ثم بغيتو كتاخدوه كيتكال بارد ولا دافي. صافي غادي نقطعهم في حركة. صافي هنايا غادي ناخد الملحة وكناخد الدنجال، كناخدو تقريبا واحد ملعقة صغيرة بحال هكا ديال الدنجال ديال الملحة، وكنحاول نديرها الوسط بهذا الشكل هذا، بحال عرفتو بحال الشكل ديال الحامض مصير بحال هكا. صافي كنحاول نفرغها الوسط، راه ما كيجيش مالح ولا شي حاجه. هاد الملحه هادي كتعاونو باش كيطلق داك الماء اللي فيه كامل وكيتصفى منه الماء. صافي بحال هكا لداخل. صافي غادي ندوز نديرو يتبخر. بالنسبه ليا كنستعمل السميده الغليظه، ماشي سكسو، كنستعمل السميده الغليظه، ما كنديرش ليها الزيت في الاول. هذه هي الطريقه ديالي، كندير ليها شويه ديال الماء صافي، وكنحاول نفكلها حيت الا درتو ليها الزيت ما كتنفخش وما كتشربش. المهم كل واحد وطريقته صراحه. انا هذه هي الطريقه ديالي، كندير ليها غير شويه ديال الماء في الاول
وصف. هنايا من بعد ما طبق جديد غادي نزيد عليه الخضره صافي، غادي نسد عليهم يطيبوا. بعد ما فارت السميده الغليظه الفرن الاولانيه تقريبا كتاخذ 10 ديال الدقائق، غادي نحيدها من الكسكاس وغادي نعاود نحلها شويه ونزيد ليها الماء. انا هذه هي الطريقه ديالي، يعني كنفور السميده الغليظه 3 ديال الفرات. هنايا كندير المزيودات ديال الحاره مع الكسكسو باش هكذا نتفادى انهم يطرطقوا ليا في المرقه، وكذلك كيعطي واحد الكو واعر بزاف مع الكسكسو. صافي، هنا كنحاول نسقي السميده مزيان مزيان بالماء ونحاول انني هكذايا نفتلها مزيان. صافي، غادي نعاود نردها باش تفور للمره الثانيه. وصراحه البخاره كتعاون بزاف لانها دغيا دغيا كتطلع فيها الفوره، وفي نفس الوقت الا كانت عندكم كميه كبيره ديال الكسكسو ممكن انكم تستعملوا الكسكس ديالها بثلاثه وتفوروا فيهم الكسكسو ديالكم هكذا الا ما كانتش عندكم يعني برمه اللي هي كبيره. هنايا بعد ما فارت الفوره الثانيه غادي ندير لها شويه ديال زيت العود وشويه ديال الماء وكنعاود نردها تفور الفوره الاخيره، ما كنضيف ليهاش الملح لان دايره القديد شويه مالح. صافي، وكنخليها طيب. صافي، هنايا من بعد ما حليت على الكوكوط زدت القرعة، زدت الربيع، القرعة الخضراء كذلك لانه ما كياخذوش الوقت. زولت هنايا كسكسو الفوره الثالثه، الدنجال حتى هو راه فار، انتم شوفوا حتى الزبده كيولي طيب مزيان. غادي نخليه هنايا حتى نصاوب ليه الشرموله ديالو. هنايا راه غسلت الربيع باش نقردو باش نصاوب ليه الشرموله ديالو. بالنسبه للكسكسو اولا المرقه ديال الكسكسو زدت فيها واحد الماطيشه مطحونه وخليتها كتغلى على عافيه مهيله باش هكذا كتختار، ما كنديرش الملح نهائيا لان كما كتعرفوا القديد مالح، وحتى السمن ما كنديروش باش ما كيطغاش حيت اصلا القديد كيكون في لوغو ديالو مجهد، فما كنبغيش ندير لوغو ديال السمن حتى هو. صافي، وغادي نسد الكسريه ديالي. ديالي ها هو وجد، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. طريقه عاديه بسيطه وحتى التقديم بسيط جدا جدا، كنتمنى طريقتي ان شاء الله تكون مفهومه وواضحه. خديت الربيع قزبر ومعدنوس غسلتهم طبعا وكنخليهم انا بالعواد ديالهم لانني كنستعمل الهاشواغ فكطحنهم ليا مزيان. هنايا غادي نستعمل الموس ديال 4 ديال الشفرات وغتشوفوا معايا النتيجه كيفاش غدير ليه، وغنوريكم حتى الطريقه ديالي في الاحتفاظ به. الربيع كما شفتوا بالعواد ديالو ما كنقردوش، كنشد الربطه وكنديرها ديريكت وغادي هي النتيجه كيف ما كتشوفوا كلشي كيتطحن، حتى حاجه ما كتبقى، كي العواد كي الوراق كلشي. شوف النتيجه راه واضحه في الفيديو. هنايا بالنسبه للربيع دائما احتفظوا به في الزاج، وكندير الزيت العاديه ماشي زيت الزيتون. الاخوات اللي تيديروا زيت الزيتون من الافضل ما تبقاوش ديروها، راه ما كتحافظش هي على الربيع مزيان. هنايا درت واحد الطبقه ديال الربيع، درت عليها طبقه ديال الزيت كما شفتوا، وغادي نزيد طبقه واحده اخرى. وغادي ندير عليها طبقه اخرى ديال الزيت، وفاش كتبغيو طيبو كتراعيو انها راه فيها الزيت فما كديروش الزيت بزاف، كتحاولوا تغطيوها مزيان من الفوق. اصلا هاد الزيت هادي راه كنطيبو بها خاصها تغرق كيف ما شفتو بحال هكا.
هنايا الربيع زدت عليه التوابل اللي عندي، التوابل كاملين تقريبا، زيدوا حتى التحميره. انا للاسف ما لقيتش عندي التحميره، تقادت ليا فما درتهاش، يعني البزار، الخرقوم، الكمون، وكذلك هنايا درت شويه ديال زيت الزيتون، واهم مكون اللي هو الخل. الخل راه هو الماده الحافظه اللي غادي تحافظ لينا على هذا الدنجال هذا باش يبقى يعني مزيان. ديروا الثومه الا بغيتوا، انا ما درتهاش. تقريبا شرموله ديال الحوت هي اللي كندير داك التوابل ديال الحوت. صافي، غادي ناخذ الدنجال، ها هو كما شفتوا راه تبخر وطاب، ما غاديش ندير الملحه لان ديجا كاينه فيه الملحه. صافي، غادي نستعمل يدي وكنحاول ندير داك الشرموله في الداخل ديالو بحال هكذايا، كنحاول نستفن بحال هكا، ندخل لي الشرموله مزيان. نزيد عليه دوك التوابل من الفوق، وغادي نزيد واحد طبقه ديال زيت العود من الفوق، ضروري ما تكون شويه كثيره بحال هكذا باش كتحافظ عليه. وكنديروه في الثلاجه ليله كامله حتى الغد لي حد باش كنستهلكوه. ممكن تاكلوه بارد اولا دافي، تسخنوه، كيجي رائع جدا بهذه الطريقه هذه. وكنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. اللي بغات شي حاجه مرحبا، البخاره صحيه بقوا فيها فقط جوج ديال الحبات، بالنسبه للهشواغ راه بقوا فيها كذلك ثلاثه ديال الحبات، فالكميه كما قلت لكم جد جد محدوده، فما تاخروش ومرحبا بالطلبيات ديالكم.